هنالك أيضا صفحة جدا 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 مهمة، وهي صفحة 404 أو الصفحة غير موجودة، ووردبريس يؤمن لك هذه الصفحة. فبدأ بكل بساطة يمكن أن تقوم بإنشاء هنا تمبلت جديد تسميه 404.html فقط، هكذا تكتب فيه مثلا not found. الآن سنقوم بستايلينج لهذا. طيب، فإذا الآن لو ذهبنا مثلا إلى هنا أو إلى هنا أو إلى هنا وكتبت مثلا تاج مثلا آخر غير موجود لدي وإنتر، لاحظوا ظهرت لي صفحة 404، ها هي not found. الآن يمكن أن أقوم أنا بتحرير الموقع هنا وإضافة المحرر هنا، عفوا بالمحرر، والآن سنحرره. طيب، يمكن مثلا أن نبدأ بالشكل التالي، أحذف هذا، لا ليس هذا، حذف، وهنا سأضيف header، جيد، سأضيف footer، طبعا هذه الأشياء سنقوم بتعديلها لاحقا، وسنرى الملفات هنا، طبعا أنا أضفته مرتين، سأحذفه، جيد، وقبل هذا add before، قبل سأقوم بإضافة group يعني dev، ونفس القصة قمت بها بوقت سابق، هذه اسمها main، وهنا سأعطيها المين section حتى نعطيها HTML5، وهنا أيضا group ومجموعة، وهنا group عفوا main inner. طيب، main inner، الآن سأقوم بإضافة هنا شيء جديد، سيكون مثلا عنوان H1، سأكتب هنا الصفحة، عفوا حذفتها بغير قصد، وهنا سأكتب الصفحة غير موجودة، وبعدها سأكتب فقرة الرجاء البحث عما تريد بكلمات أوضح مثلا، أو تواصل معنا مثلا وأخبرنا عما تريد، جيد. هنا بعدها يمكن أن أضيف search بحث، هاو، جيد. فإذن هذا عنصر البحث، طبعا هذه الستايلات سببها theme.json، علينا أن نعود إليه لاحقا ونحسن الوضع ونحسن كل الستايلات، لكن الآن لا مشكلة. فإذن الآن لاحظوا، الآن يمكن أن نبحث عما تريد، فدعونا نبحث مثلا عن مقالة بحث. طبعا هذه المقالة، هذه عدنا لصفحة أين؟ عدنا لصفحة الإندكس. فإذن الآن النتائج كلها ستكون في بالبحث بالإندكس. إذا عدنا للصورة حتى أؤكد لكم نحن بالإندكس حتى لا تضيعوا، فإذا نحن بالإندكس، إذا عدنا للصورة هنا، فإذا لاحظوا search results، نتائج البحث لها صفحة خاصة اسمها search.php. فإذا الآن يمكن بكل بساطة، دعوني بداية أن أنسخ محتويات 404، هذا أين هي؟ هذا من هنا، ونسخ كل المكونات. للذي يتابعني بدقة، يتابعني بدقة ويتعلم مني ويحاول، ليس الشخص الذي يمر مرور الكرام، هل هذا صعب؟ رجاء أخبرني، هل هذا صعب؟ هل يمكنك التتبع؟ هل أنا سريعة في عرض المعلومات؟ هل أنا بطيئة في عرض المعلومات؟ فأخبرني عن هذا الموضوع. الذي يتتبع وليس يعني الشخص المتصفح يعني. فإذا الآن أنا حفظت عملي على 404، والآن بالتمبلت، فيمكن أن أنشئ تمبلت جديد أسميه search.html. لماذا ليس هو search.php؟ لأن نحن مكونات، أين الصورة؟ هو اسمه هنا search.php، نحن نسميه search.html. فهنا سأكتب search result، وأيضا سنقوم الآن بإنشائه. فإذا الآن لو عدت أنا عدت لنتائج البحث هنا وتحديد، لاحظوا ظهر لي search results، دعونا نقوم بتحريره، أو يمكن مثلا أن نضع فيه محتويات الإندكس نفسها، فيمكن ذلك. فإذا بكل بساطة الشيء الذي سأقوم به هنا، أنا أقوم بنسخ محتويات الإندكس بالsearch.html، جيد. وإذا قمت الآن بالتحديث، الآن ستظهر لي صفحة يعني محتويات الإندكس، لكن أنا بصفحة السيرش الآن سترونها. إذا هذه هي نتائج البحث، صفحة نتائج البحث، هذا هو النموذج الذي نقوم به.
طيب ما هي التغييرات التي سنقوم بها على هذا؟ بكل بساطة الشيء الذي سنقوم به هو التالي، أن قبل حلقة الاستعلام سنقول add after add before، وسنضيف العنوان ونتائج البحث، هذا التي سنضيفها، سنتأكد أنها H1 جيد وحفظ هذا الشيء فقط. إذا الآن لاحظوا عن ماذا أنا قمت بالبحث، لا أعلم، فإذا لكن الآن لو قمت أنا بالتحديث لاحظوا سيجد نتائج البحث عن مقالة، فإذا هذا العنصر الديناميكي الجديد الذي تم إضافته، فإذا يمكن أنا مرة أخرى أن أنسخ كل المحتويات، فإذا نسخ كل المكونات ولصقها بالسيرش فقط جيد. فإذا الآن بكل بساطة حتى أعود للسيرش هنا، أعود هنا عفوا، وأقوم بالقالب ومسح التخصيصات جيد حتى أعود للقالب. فإذا الآن لو مثلا أنا أردت بالهيدر بالأعلى أضفت سيرش مثلا، أو مثلا دعونا نذهب مرة أخرى للصفحة غير موجودة، أو نضيفه في الأعلى، ما رأيكم نضيفه في الأعلى؟ أسهل لدينا أن نضيف السيرش في الأعلى. فإذا هنا بالهيدر جيد، فإذا هنا بالجانب سأضيف ليس رابط، فإذا أدنى التنقل هنا add author، وسنضيف search. هاو كبير جدا بسبب إعدادات الثيم دوت جيسون، لا مشكلة. وطبعا هذا الهيدر سأبقيه كما هو الآن. إذا ذهبنا للأعلى هكذا سنرى بحث هنا في الأعلى، فيمكن الآن أن أبحث مثلا عن شيء آخر، مثلا أن أبحث عن ميرلي مثلا، لاحظوا هذه اسمها ميرلي، فإذا دعونا نبحث عنهم، فإذا لاحظوا ظهرت لي ميرلي، نتائج البحث عن ميرلي وهذه هي. فإذا الآن نحن انتهينا من موضوع الـ 404 وموضوع الـ Search Results، سنكمل لاحقا بالتمبلتس الأخرى. وأتمنى أن هذا الفيديو كان مفيد، ومرة أخرى الغرض ليس موضوع أن نحن نكتب أشياء يعني منمقة وجميلة، الغرض من هذا المستوى أن نفهم كيف نظهر هذا مثلا، أو كيف نتعامل مع التمبلتس المختلفة، هذا هو الهدف لدينا. فإذا الهدف هو أن نجعل الأمور ديناميكية، نجعل كل شيء يظهر، المقالات تظهر، التصنيفات تظهر، العناوين تظهر، هذا هو المهم. في المستوى الذي بعده سننشئ قالب يعني شكله مقبول يعني أو جميل نوعا ما، لكن هذا ليس الموضوع الآن جيد. السبب أن إنشاء حتى قالب جميل، يعني نحن يمكننا أن نجمل هذه الأشياء، يمكننا أن نجملها ونجعل شكلها أجمل من هذا بكثير يعني، لكن لتخصيصات كثيرة جدا بالCSS نحتاج معلومات أكثر، هذه المعلومات لسنا جاهزين للتعامل معها وخصوصا كمبتدئين. فأعزائي هذا كله لهذا الفيديو.